السلام عليكم الإخوان والأخوات. أول حاجة ضروري أنني نشكر الإخوان والأخوات على التفاعل ديالهم البارح مع الفيديو. شكرا لكل واحد دار لايك، شكرا لكل واحد دار كومونتير وبارطاجا معايا الرسالة اللي عطيت البارح. بالنسبة للخوت جداد اللي ما عارفش الموضوع، يبدأ من الفيديو ديال البارح، كمل هذا ورجع بدأ من الموضوع ديال البارح. إخواني وأخواتي، فضروري قبل ما نبدأ من الجزء الثاني اننا نشرح بعض النقاط، لان شفت في التعليق بعض الاخوان والاخوات مشكورين والاراء ديالهم عجبتني بكل صراحه. انا المسائل المحترمه، التعليق المحترم، واخا كيكون غادي ربما في شق وانا غادي في شق فما كاينش مشكل، ولكن انا جيت نقول لهاد الخوت شكرا لكم على التفاعل ديالكم، ونقول لهم بان خصوصا كاين الاشخاص اللي قالوا علاش نور الدين هادشي ما وصلتيهش للاعلام ولا ما وصلتيهش لواحد المكان ربما اللي تكلموا عليه افضل والرساله توصل افضل. فكنقول لهاد الاشخاص في نفس هذاك الفيديو اللي سمعتي وطرحتي هذا التعليق هذا ولا التساؤل هذا، راه في نفس الفيديو اللي ذكرت حتى بالاسم شكون الشخص اللي مشيت لعنده، واسماء اللي غنتحفظ انني ما غنذكرهاش لانهما اعلاميا وغير اعلاميا، فما جانيش رد بكل صراحه. ثاني حاجه غادي يقول لك علاش ما تكلمتيش عليها في ذاك الوقيته، وكاين الناس طرحوا هذا السؤال، غادي نقول لك بان لو كنت صنتي مزيان لذاك الفيديو هذا خطا، ما تبقاش دوزوا الفيديو الاخوان، ما تبقاش دوز، لان في التالي كدوز واحد الحاجه وكتولي تطرح واحد التعليق لتحت ولا واحد السؤال، حتى الناس اللي تبعوا الفيديو كامل فغادي يشوفوا طرحتي ذاك السؤال ويقولوا مال هذا، كيف ما قلت انا، ولكن انا حسيت بك دوزتي الفيديو. الاخوان سمعوا مزيان، اول حاجه انا راني قلت في ذاك الفيديو والناس اللي قدامين معايا راهم عارفين بانني انا ديجا كانت مضروبه لي القناه، يعني القناه كانت عام وهي واقفه. فهذاك الوقت اللي كانت عام وهي واقفه جاني ذاك التسجيل ديال الاخر، ما وقفتش هنايا وانما مشيت كنبحث على اشخاص اللي نعطيهم هاد الاوديوات هادو باش انهما يتكلموا عليهم. اوكي، ثاني حاجه غادي نجاوب عليها الاخوان والاخوات من طبيعه الحال المسألة ديال المخابرات المغربية عارفة هادشي، والمخابرات المغربية كتعرف كلشي بلا ما تحمق راسك، هادشي راه عارفينه. بالنسبة تقول لي المخابرات، أنا ما جيتش نوصل الرسالة للمخابرات المغربية ولا شي جهاز في الدولة، هادشي اللي بغيتكم تفهموا. أنا جيت بغيت نوصل، حنا الدور ديالنا هنا في اليوتيوب أننا كنوصلوا للمواطن المغربي، باش أننا المواطن المغربي كيستنتج واحد القضية أنه هو ما يتيقش في التركه ديال القنب. اوكي، التركه ديال اين ابي ما تيقش فيها، لان كاينين اشخاص هنا الاخوان كيفاش دابا في الوقيته ديال الاحداث ديال السبته والمضيق، انتم كاملين شفتوا بان كاينين اشخاص اللي هما من الجزائر من دول اخرى، والغريب في الامر ان حتى الدوله بعدتهم على ذاك المنطقه هذيك، سيروا انتم كمواطنين دخلوهم لديوركم. وكاينين جزائريين اللي قالوا بان جينا لديور ديال المغاربه ومشاو معانا وساعدونا وراونا في كيتباعوا المعدات ديال الحريق وبزاف ديال الحوايج. دونك الاخوان كاينين الناس كيساهموا في الجريمه، حنا بغينا ننشروا الوعي والتوعيه للمواطن المغربي باش انه يفهم بزاف ديال الحوايج. اما انا الا بغيت انني هادشي نوصلوا للاجهزه، انا عارف الاجهزه راه في اخبارها شي حاجه راه يبان لها هادشي بالنسبه لي بحال شي واحد في التحضيره كيهضر مع واحد عنده شي اجازه ولا دكتوراه في شي حاجه. هادشي كيفاش غنبان انا قدام المخابرات المغربيه مع احتراماتي ليها؟ راه كاين واحد الناس اللي خوتنا ما قاريانش، ما عارفينش بزاف، كدوز عليهم الدكاكه، فاحنا هنايا داك الناس اللي ممكن انهم يكونوا هما المغرر بهم، حنا كنحاولوا نشرحوا لهم. صافي؟ تفاهمنا؟ يلا على بركه الله نسمعوا للاوديو. يلا نكملوا على داك الشيء ديال البارح. ويطردوه مثلا من الجيش، يطلق على المتعاقدين على الجيش، خذينا من الميليتير تاع اللي فوتوا عام وعامين، فهمتني؟ اه ماشي يطلق على هذيك النسبة هذيك، النسبة تاع مثلا اللي فوت لارمي تاع عام وعامين ويخرج، لا، أنا يطلق على اللي مثلا متعاقدين على الجيش. القرايدية الكبار. لمدة سنة. واش القرايدية الكبار؟ ولكن ما كانوا. لا ما هو يدخل من سيرجون مثلا سيرجون طلع. مثلا يدخل سيرجون. واحد النقطة واحدة أخرى خويا محمد باش نفهم، وكيعلموهم كيقولوا لهم حنا خرجناكم حيت أنتم عندكم نسب مغربي ولا أصول مغربية، أو لا غير كيخرجوهم وما كيقولوا لهم والو،
شنو العذر اللي كيعطيوهم فاش كيبغيو يخرجوهم مثلا؟ يا اخي نور الدين، هادي هما 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 الشغل اللي ساتر كيجيه، هو مثلا باريكدوم الاونه الاخيره مثلا هضر عام ولا عامين ولا ثلاثه ولا اربع سنوات مثلا، نعلق كلمه نعلقين راك او كاين اللي مثلا عاد باقي لها شهر ولا شهرين باش يعلق، مثلا نجمه ولا نجمتين او ثلاثه او المهم على حسب الدراسه اللي عنده، على حسب الدراسه اللي يدخل بها هو، كان يدخل في الباك، كان يدخل في الجامعه، كان يدخل في الاخر. المهم هي كي تجي مقبول مثلا نهار الاول تيارات كاشي له ويقدم الوثائق على حسب الجنسيه الزائريه وكذا وكذا، ويديروا له مثلا الطب مثلا معلومات كافيه ويقبلوه مقبول، ويضرب مده عامين من بعد جاتهم معلومات. هاد المعلومات اللي جاتهم صدر من الديارات او من فرنسا الله اعلم، ما عاد الامور من خارج. هي على حسب اللي بان لي ماشي من بعد. دابا كيفاش سمعتو بان في الاول فاش كتقدم للعسكر كدوز بزاف على ديال المراحل وبزاف ديال البحوث، وهادشي عندنا حتى في المغرب يعني امور عاديه جدا. عندنا المقدم كاع يجي يبحث عليك سري، يجيو الناس ديال القوات المسلحه الملكيه يديروا عليك بحث، هادشي عادي جدا، اجراءات قانونيه للمؤسسه العسكريه، هادشي عادي. ولكن الغريب في الامر هو اللي غتسمعوه من بعد، هو اللي تسمعوه من بعد. ولكن الملاحظه اللي لاحظت انا حتى ديال هذه الاجراءات القانونيه اللي جات متفاجئه من بعد وقوت البحوثات وعيطوا لهم وبزاف ديال الحوايج، هي داخله في التوجهات الجديده ديال الجزائر في المنطقه. هذا هو علاش كاينين واحد الاجراءات، لانه ما غيقوموا بواحد الخطوه خصهم واحد الناس ما يكونوش. اوكي، هاد الناس اللي هما عندهم نسب للمغرب ما خصهمش يكونوا نص مغربي. خاطر البروتي اللي تحكم. نعم. قلت لهم من كل له صلة بالمغرب، من له صلة بالمغرب يطرد. هما كيش داروا؟ هو مثلا هضر عامين أو ثلاثة، هي تجيه تيارات، ما تجيه ماشي الجيش، ماشي الجيش. مخابرات العسكرية. لا. فوالا المخابرات العسكرية، تجي على أساس تجي عنده مثلا توقفه. ولا هي مثلا تجيب السلاح، تجيب مثلا الكوبا تاعك، تجيب صوالحك. توقف هو يسأل واش هو السبب، يقول له من بعد غادي تعرف السبب واش هو. من بعد يديوه الإجراءات، يعطيوه مثل الأوراق تاع الشطب، يعطيوه الأوراق الشطب، ومن بعد عاد يقول له مثلا أودي أنت لقينا مثلا الأم تاعك مغربية. سمحوا لي، كاينين الناس اللي معنا بسطاء ما غيفهموش القضية ديال الشطب. الشطب يعني غادي يعطيوه أوراق ديال غيجريو عليهم العسكر، ما يديرليش شي واحد فاهم، راه حنا عارفنا. راه كاين الناس ما فاهمش، كاين اللي بحال امي وامك با وباك، راه كاين اللي ما فاهمينش ما قارينش. اوكي، باش ما نجيوش لهاد المساله راه حنا فاهمين، فهمتيني؟ لان خصكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، الناس ديال القنوات ماشي هما الناس ديال التعاليق. الناس القنوات كيكونوا كيحاولوا يستقطبوا بالكلام ديالهم ولا يكون مفهوم الكلام ديالهم لجميع الناس. تصور بعض المرات كتبغي تتكلم في النص بواحد الكلام بواحد الطريقه بواحد التعابير، كتبغي تجي للوسط باش تفهم كل شيء، كينطق لك واحد شي شويه فاهم ولكن داك الناس ديال بخ. راه حنا فهمناك، فكينا دغيا. لا لا، خصك تدير راسك بلاصتي، راه كاينين الناس اللي مساكن ما فاهمينش. دونك الا كنتي فاهم وتكمش، دير شويه فاهم اكثر من القياس. انا عندي الغرض ماشي نوصل الرساله اللي كنت اللي فاهم، عندي الغرض نوصل الرسالة للناس الضعفاء البسطاء اللي ممكن يستقطبوهم بطرق مختلفة. ولا زيد كمل. أو مثلا لقينا مثلا حناك 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 كيما نقولوا طويلة كيما نقولوا بحثوا. وهذه أخويا محمد، واش معلومة صحيحة؟ واش كاين شي عسكري مثلا طبوا عليه وقال هذه الهضرة؟ اما انوردين يا نوردين بصح، ولكن غادي نقول لك واحد المعلومه هذه حقيقه وصحيحه، ولكن انا غادي نقولها لك، ولكن حنا نوجد لك الامور باغي نقولها لك دروب. دائما انا كنبغي نطرح اسئله غبيه باش ناخذ اجوبه ذكيه. بطبيعه الحال هو راه كيهضر معاك هو راه عارف كلش، ولكن انا باغي نتاكد. وفي نفس الوقت خصني باش هاد الاوديوات منين نعرضهم عليكم ولا على اي واحد
خصني نحط واحد التساؤل اللي ممكن يحطو حتى داك الانسان البسيط، كنحط راسي حتى بلاصتكم. اوكي اسمع. نعم. فهمت وماشي غير هو صدر كثير من الناس وقع لهم هذه الامراض. ارقام لا. نعم. نعم. اي. صدر غادي نشوف غادي نسبتك صور ولكن تحتفظ بها يا اخي. لا كون هاني، كون هاني، امانة فرقبتي. ومن بعد ها؟ امانة فرقبتي، كون هاني يا خويا محمد راك عارف. لا راني عارف انو راني عارف، راني عارف الامراض راني عارف، ولكن كما قلت لك تنوجد لك الامور لخاطر عجبتك انا صدر مؤخرا مخابرات استدعتني راك فاهمني استدعتني في هذه الامور هذا الامر هذا. قلت لهم سبحان الله انا هذه قدمت الاوراق وقدمت الملفات وقدمت الاساس كله صحيح. انا مادام الزوجه ما بدلتلهاش الجنسيه ما نكذبش عليك وما نبدلهاش الجنسيه باش نردها جزائريه مثلا نردها جزائريه ما ردها جزائريه. هذا وعد من الله وعد مني وعد الزوجه تظل من جنسية أبدا باش تغير جنسية تاعها. أنا بروحها قالت نغير جنسية لا أبدا. قالت جنسية مغربية جنسية مغربية. خصكم باش تفهموا واحد القضية بأن كاينين الناس تما كيجنسوهم يعني كيقترحوا عليهم الجنيس وكيجنسوه. هذا الأخ الجزائري ما بغاش يقبل الجنيس لمرتو. حيت ربما هو ولد البلاد وكيعرف بزاف ديال الحوايج. وعارف يعني داير احتياطات ديالو غتجي واحد الوقت بزاف ديال الحوايج بحال هكا يوقع غير باش تكونوا عارفين فهمتيني. واللي كيجي بالنسبه بلات يعني فتح واحد القوس والغلق واللي كيجي كيبدا عليا احنا خاوه 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 اسمع اللي كيجي كيقول لك بان بالنسبه ارى عندنا نسوبيه عندنا كذا راه دونك هذوك اللي عندهم نسوبيه اول حاجه هما براسهم الا كانت مرا مغربيه ديها جزائري او لا مرا مرا جزائرية ديها مغربي هما كيكونوا متعارفين عارفين هاد المشاكل هادي عارفين اوكي ما عجبهمش هاد الظلم. لكن الا كانوا اشخاص وحدين اخرين جايين في اتجاه ديال هاد النظام وكيختلفوا مع المغرب وكذا سواء كان مغربي دي جزائرية ولا مغربية دي جزائري دونك اللي غتجي مع بلادها والامور واضحة من هو العدو الحقيقي وشكون الظالم وشكون المظلوم وتجي ضد بلادك او لا تبقى تقول شي خوك المغربي ما تدافعش على بلادك الا حقا انا راجلي جزائري ولا انا مرتي جزائريه دونك نتايا لا علاقه لك بهذا الوطن. من التالي احنا ما عندناش مشكله عائلات يكونوا بيناتهم لكن انا بالنسبه ليا المغرب فيه 40 مليون ماشي فيه زوج وزوجه تسالى الفيلم الى نموتوا. نعم هذا هو الشيء اللي قلنا نبدل معك. جا هو اقترح لي هذا الاقتراح اقترح لي هذا الاقتراح هذا اما الى ما علاش ما تخلينيش ندخل بال نقول لك انا الى راك راضي وقابل وباغي هذا الامر ماشي مشكل شوف انت قابل قال لي ندخل وفعلا جيت انا وكاوتي صدر من بعد هذه نعطيها لك واحد النقطة وين المنطقة. نعم. اوكي غنذكركم سمعتي نعطيك المنطقة. أي مقطع أي بلاصة سمعتي فيها طيط عارف ماشي تخسر الهضرة إنما معلومات كنحاول نحجبها. اوكي. نيان. مشيت معاه ودخلنا وقدمنا وقال واش خاصك قال اودي ها الملف واش تاعنا قدمنا لهم الملف عطيناهم الملف فوتوا عليه ما شاء الله جبروه ما شاء الله صحة تبارك الله والحمد لله قاري ما شاء الله نيفو وفعلا صح مؤخرا الغاولي مؤخرا الغاولي قالوا لي ودي علاه ما صرحت الناس كم واش هو اللي ما صرحتكمش واش هو السبب اللي ما صرحتكمش قال لي ما قلت الناس باللي كذا وكذا بصحوا الاوراق اللي عندكم والملف يعني كيقصد هنايا الاخوان ما قلتي الناس بالله مرتك مغربيه تصور معايا هو دافع الاوراق في الاول معروف الاب شكون والام شكون وفي التالي غيقولوا له علاش ما قلتي الناس
هنا تعرف نظام غادي برويضه ماشي بربعه الروايض. في اللي راه عندكم الدوسي اللي راه عندكم صدرانا. كيفاش قال لك علاش ما صرحتيناش بلا مو مغربيه مثلا؟ ايه بس عندهم الميلاد اخويا نور الدين. عندهم الميلاد عندهم الميلاد ديال الاب والام شكون؟ يا سلطان واش غيدخل نور الدين غيدخل بالميلاد ولا انت انت واش واحد الارمي مينيتان مينيتان حساسه منطقه حساسه دخلها بلا ميلاد؟ لا كيكون البحث حنا دابا عرب هنا كاينه واحد النقطه لازم انتبه ليها. يعني قال لك العسكر هو واحد البلاصه منطقه حساسه لواحد المنطقه حساسه هنا غتفهم ان هادوك اللي في المناطق الحساسه كلهم بعيدوهم كلهم حيدوهم. اذا فهم مناطق الحساسه بالنسبه للجزائر هي الحدود المغربيه فهمتيني. اوكي زيد سمع كيكون البحث نعم كيكون البحث شكون هذا راه الا بغيتي بغى داك العسكري يتزوج بشي وحده كيبحثوا عليها شكون هي وعائلتها وكذا عاد كيقبلوا له الزواج. ايه يعني البحث راه ضروري ما كيجيش يبحثك انت كيبحث في ظهرك انت كيطلب لك غير اوراق انت كيطلب لك غير الوراق. وبارك الله فيك صح انا ولكن الاستغراب الاستغراب كبير وهو مؤخرا علاش وقع هذا المشكل في النظام مثلا داخل في المؤسسه العسكريه علاش وقع هذا الامر مثلا وقع مؤخرا هذه مده عام وقع هذا مؤخرا خاطر كل مره راهم يجريوا على واحد ما يبقاو شي مثلا ثغرة صدر يجريوا عليه اكرام المقصود صدر هذا الامر اللي راه وقع في المؤسسه العسكريه حضرتك امر كبير جدا. هذه كما نقولوا انا نعطيها لك حقيقه ماشي لو جينا نهضر معك على الفراغ نقطتين. وفي التالي شنو داروا منين عيطوا لك شنو داروا؟ توا جرى راح نعرف لونكيت نقطتين راح نعرف لونكيت راح نعرف لونكيت نقطتين باش تعرف غير باش ما بغيتش هذا تخرج معك امور احنا عاد في الاجراءات القانونيه اني عاد معاهم الاجراءات القانونيه. واش هو مثلا كيفاه مثلا يضربها مثلا تم راه وزيد كان عطين ماشي شهر ولا شهرين او ثلاثه او شهر او فهمني زيد عنده مثلا شهاده نعطيك عنده شهاده عسكريه طب يدي الشهاده عسكريه من الدرجه الاولى طب من الدرجه الاولى تعطي واحد تعطي انت شهادة من الدرجة الأولى ومن بعد تجي سبب مثلا واش يتبع الأب ولا يتبع الأم في الجزئية غير نعطيك ملاحظة الأب بطبيعة الحال إيه الأب هو النسب الأب هو النسب الأب هو النسب هي كيبا يا ترى مثلا الأب جزائري الجد جزائري ومن بعد تبدا السبب تاع الام واش هم يقصدوا بهذا القصد هذا تمام واش هم يقصدوا هذا الامر هذا تاع مثلا لا ريت ساي ستوب ومن بعد نديرو لونكيت ومن بعد نبحثو عليكم ومن بعد نتشاورو معاكم ومن بعد نعرفو واش تنديرو ومن بعد هي تشطبهم وتعطيه نورمال. انا الحمد لله انا دبرت عليه الحمد لله انا كيما نقولو الحمد لله ولكن الامر اللي راه واقع في الجزائر هذا هو الامر اللي راه وقع في الجزائر هذا اللي قلت لك لا تحمر قلت لك لا تحمد العقبه هنا في الجزائر ولهذا جندوا هذا الالكتروني وهذا الامر يعني مش من صدر هذه الامور راه واضحه صايره هم ضد المغرب بصفه عامه كما نقولوا ما كانش الغبار باش يقول لك المغاربه ما يكونوش اخويا محمد كيوجدوا هذا المصحف الوالدين لشي حاجه وما بغاوش هاد الناس اللي عندهم شي شويه ام مغربيه ولا كذا وما بغاوهمش انهم يعرفوا بعض المعلومات اللي كيوجدوا لها هما ربما كيوجدوا شي حرب خايفين هاد المغاربه يمشيو يخرجوا مثلا كنت يقولها لمو مو تقولها للعائله هنا في المغرب المغرب يستقل الاخبار يوجد كذا ما يكونش هاد الشيء هذا هو على حسب
حسب النظريه تاعي هذا هو الامر، هذا هو الامر. ولكن بصح اسمح لي، انا كون بغيت ندير بوم، انا كون بغيت ندير بوم في الجزائر تقدر نديرها، راني ولكن راني بعمق الجزائر، راني عارف بلي نضحي بنفسي وبأولادي. راك دابا انت خويا محمد بلاتي، انا اسمح لي على هذا السؤال، حيت شحال من مره كنحس بك باغي تقول شي حاجه ولكن كتقول خلي ربما من بعد. دابا انت الامر اللي خلاك انك ما تدخلش للمغرب واش هو؟ ايه هذا هو اللي خلاني ما ندخلش للمغرب. لخاطر علاش؟ صافي انا قلت لك مؤخرا انا دخلت واحد الامور، ومن بعد انا كيما نقولوا ضربت سنوات، ومن بعد كيما نقولوا قلت اللهم انا عايش تقرا. انا كان امر قبل هذا، قبل هذا ولكن كي قرا وعاود قالوا هنايا قعدنا على واحد الامور، ومن بعد هي كي قلت لك بدا بدا اقترع عليا، اقترع عليا كذا هذه هذه، قلت ماشي مشكل نقولوا ماشي بروبليم، معليش انا موالف نقولوا صاير راني موالف، معليش نضحي على ولادي، انا على ولادي ندير كل شيء، انا اللي تحطوه نديره. انا كنت تقول دينا موريتانيا نديكم موريتانيا، تقول دينا الماري نديكم الماري، تقول دينا اي بلد نديكم. الحمد لله ما يخليوهاش، ما نقدرش فكرة تسالي لونكيت. دابا انت غتبقى محضر ربما من عندهم ديما. ايه هادي راه باينه نور الدين، هادي راه باينه، هادي راه هادي ما فيهاش شك، هادي هادي راني نقولها لك، وراني نقولها لك هادي راه ولا معليش خوف، ماشي الحمد لله من بكري، ولكن زاد تعمق لكن كنت حتى نفري هذا المشكل، عندي حتى نفري هذا المشكل. الى ما قلت كاع لا اقصى اقصى ما خاطر ديجا عند الله ما غير درت شويه الروطا، انا درت شويه الروطا، ما كان طلعنا خاطر عندنا رونديفو لحد اللي كان عندي عند عندنا رونديفو، عندنا رونديفو باش نطلعوا، باش نطلعوا نشوفوا الامر وراه وصل القضيه وراه خطتو كان في المحكمه العسكريه، دوك راه امور راه امور المحكمه العسكريه. اكرامي يا صديق نقولوا يجردوني من المواطنه ديريكت، هذا واش اللي انا يجردوني من المواطنه كاع الجنسية الجزائرية من المواطنة تاعي، يا إما كما نقولوا حل آخر، كما نقولوا واش هو الحل، كما نقولوا نخرج، يسرحوني كما نقولوا يعطوني الورق، كما نقولوا يعطونا الورق باش كما نقولوا نخرج. هذا هو هذا يعني طردوا، يعني طردوا، يعني طردوا. هو يجردوك من المواطنة خويا محمد، عرفتي اش غيديروا لك؟ ما غيديروكش هذه القضية، ما غيجردوكش من الوطنية. ما اوكي الاخوان كما سمعتوا، يعني هادشي كامل خصك تسمع له وتحلل. انا كنشوف بان واحد المعاناه ديال واحد الاخ اللي صراحه حتى فاش كنقول بان كاينين ناس محترمين في الجزائر كنكون كنقصد بحال هذا اللي كيعرف الحقيقه. شو انا صحابي كي دايرين فاش كنقول لكم عندي صحابي جزائريين؟ شو صحابي كي دايرين؟ صحابي رجال، صحابي كيعرف الحقيقة كيقولها لك وكيدافع على كلمة الحق. اوكي صحاب خاوة خاوة وطاوة طاوة ولالي الفتنة أشقاء وكذا. اوكي كنتمنى الإخوان أنه شكرا على المتابعة، كنتمنى الأمور تكون فهمتوا شي حاجة. بصراحة مهم لكم رأي في التعليق، تحياتي لكم.